عسلامتكم. ريم محمد النوري أعلامية بإذاعة قفصة. حبيت نحيي المنارة العلمية اللي نفتخر بها التوانسة الكل، مدينة العلوم بعيد ميلادها 30. إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، إن شاء الله كل عام والإطار والعملة في مدينة العلوم بألف خير. شكرا إلى كل الخدمات، إلى كل ما تقدمه المدينة، وكل عام وكل